الرغامي. طبعا تنبيب الرغامي الاندوتراكيال، انتم التعريف هو ادخال انبوب عن طريق الانف او الفم عبر الحنجره الى الرغامه بهدف تحرير الطرق الهوائيه وتامين تهويه المريض اثناء العمل الجراحي. طرق تنبيب الرغامه اما تنبيب انفي او تنبيب فمي. التنبيب الانفي لا يحتاج الى منظار حنجره، ولذلك بيستطب حالات معينه فقط مثل صعوبه فتح الفم بسبب كسور الفك، تشوهات المفاصل الرقبيه، ردود العمود الرقبي وندبات الحروق. فمثلا اذا مريض عنده حرق او عنده تشوه بالعمود الرقبي، او مريض مثل مرضى صلابه الجلد بيكون عندهم صعوبه بفتح الفم، فبيضطر بهيك حالات للتنبيب الانفي. هلا قل استخدامه حاليا بسبب كثره مساوئه، ومنها انه ممكن يؤدي الى رعاف والتهاب جيوب، ادخال جراثيم الانف الى الرغامه، وردود الانف والبلعوم الخلفيه اللي بتكون متوضعه فيها الناميات. تنبيب الفموي هذا بيتم اثناء التخدير عندما تكون تهويه المريض الصناعي وتنفسه مثبط باستخدام المرخيات العضلي. يعد الأكثر استخداما، يستخدم لما يلي: يمكن استخدامه كطريق حتى لإعطاء الأدوية في حال عدم وجود مدخل وريدي، كما في حالة الإنعاش القلبي الرئوي، مثل مريض مصدوم وما يحصل يفتحوا له وريد وبده يعملوا له CPR، فممكن إعطاء الأدوية اللي بدنا نعطيها عن طريق الوريد مثل الأدرينالين وغيره من الأدوية، ممكن إعطاها عن طريق الأنبوب الرغامي. وطبعا هو بالتاكيد تعطى المخدرات الانشاقيه عبره. هلا في عندنا ادوات التنبيب الرغامي. بالتنبيب الرغامي بيحتاجوا العديد من الادوات، واولها الانبوب الرغامي، وعاده يستخدم اصغر قياس مناسب مع التاكد كذلك من صلاحيه البالون. منظار الحنجره اللي هو اللارنجوسكوب، ما نصل له نصلتين، لازم يكون نصلتين بقياسين مختلفين. الأمبو قناع الوجه المناسب مع وصلة المناسب طبعا لفتح الفم والأنف عند المريض مع وصلة الأكسجين. الدليل المعدني يساعد هذا في تغيير انحياء الأنبوب في حالات صعوبة التنبيب. ملقط ماجيل فورسيبس يستخدم المساعدة في توجيه الأنبوب الرغامي أثناء التنبيب الأنفي، حاليا لم يعد يستعمل بسبب قلة استطباب التنبيب الأنفي. مادة مزلقة لتسهيل دخول الأنبوب، وعادة تحتوي على مخدر موضعي مثل إكزيلوكاين لتحسين تحمل الأنبوب أثناء دخوله بالبلعوم. ومحاقن سرنجات، يعني هذا لنفخ الكم أو البالون الموجود بنهاية الأنبوب الرغامي. طبعا أنا بسحب مفرزات الكدم والقيء والمفرزات الغزيرة، قنية هوائية فموية من أجل الأكسجين المسبقة عن طريق القناع قبل التبيب، وسائل الوقاية الفردية طبعا النظارات واقي وقفازات وقناع واقي، وسادي لإعطاء رأس المريض الوضعية المناسبة للتنبيب. خط وريدي هذا طبعا أكيد بيكون مفتوح قبل البدء بالتخدير، مع تحضير الأدوية اللازمة للتنبيب وتشمل المرخيات العضلية والمنومات المسكنات المركزية والمهدئات، بلاستر او لاصق هذا لتثبيت الانبوب الرغامي، وبالتاكيد سماعه للتاكد من كان وجود الانبوب. هلا هون على اليسار شايفين ادوات التنبيب الرغامي. A هو انبوب سحب المفرزات، B هي القنيه الهوائيه، هاي بيعطوا فيها اكسجين قبل ادخال الانبوب الرغامي، C هو ملقط ماجيل، ودي هو جهاز الانبو مع قناع الوجه ووصله الاكسجين، والدليل المعدني. الأنبوب الرغامي، يتلف الأنبوب الرغامي من نهاية قريبة توصل عن طريق وصل مناسبة إلى جهاز التخدير أثناء التخدير العام، وقناع أنبو وجهاز التنفس الآلي في العناية المشددة، وتوصل إلى الفم مؤقتا في حال تأخر توفر الأكسجين. لا يختلف قطر هذه النهاية من أنبوب لآخر. أما النهاية البعيدة تشبه بريد القلم لتناسب الإدخال عبر الحبال الصوتية، عادة النهاية تكون إبرية مثل ما نكون شايفين بنهاية
نهاية الأنبوب، تحوي ثقبة تدعى عين مورفي مورفي آي، تخفف من خطورة الانسداد بالمفرزات. هذا شكل الأنبوب الرغامة، وهي الكف أو البالون ومورفي آي. ثلاثة نظام نفخ يتألم من صمام وحيد الاتجاه يمنع ضيق الهواء بعد نفخ الأنبوب، يعني يسمح بدخول الهواء وما يسمح بخروجه. بالون نفخ يعطي مؤشر على درجة نفخ هاي الردن أو الكم أو الكف. أنبوب نفخ يصل الصمام إلى الكف ومندمج ضمن جدار الأنبوب الرغامي. الكم أو يعني هاي الكف ينفخ البالون بالهواء مع تلافي الضغط الزائد، هو عبارة عن بالون. قبل الأنبوب الرغامي ما قبل استعماله بيكون مفرغ من الهواء، بس تم التنبيب الرغامي بينفخوا فيه 5 إلى 10 سنتيمتر هواء وبصير على شكل بالون. ويعتمد الضغط داخل الكم على عدة عوامل: مطاوعة الكم والرغامة وحجم النفخ والضغط داخل الصدر ونسبة قطره إلى قطر الرغامة. أهميته يسمح بالتهوية بالضغط الإيجابي، يقلل خطر الاستنشاق، لأن المريض في غرفة عمليات يعتبر مريض مسبوت لكن تحت السيطرة. تستخدم الأنابيب بدون كم عادة لدى الأطفال للتقليل من خطورة أذية الضغط ورد الحنجرة وتشنجها بعد التنبيه. أنواعه: يوجد للردن أو الكف نوعين تبعا للضغط. نوع منخفض الضغط ومرتفع الحجم يزيد من احتمال حدوث ألم البلعوم والاستنشاق والإنباب العفوي، يعني الإنباب العفوي يعني أنه يخرج لحاله، أو تحرك الأنبوب. إدخاله صعب بسبب حجمه، لكن إحداثه لأذية مخاطية منخفض بسبب نقص الضغط ضمن. النوع الثاني مرتفع الضغط لكنه منخفض الحجم، يترافق مع أذية رغامية مع أذية الرغامة بنقص التروية المخاطية، لا يناسب التنبيب طويل الأمد. هلا مثلكم ما شايفين هذول النوعين تبعوت الكف. يتراوح ضغط الشعريات الرئوية في جدار الرغامة بين 20 إلى 30 ملل زئبقي، وتجاوز الضغط داخل الكم لهذا الرقم يؤدي لنقص تروية الجدار وما إليها من تضيق وتليف وتشكل نواسي. هذول النوعين، الأول هو الردن أو الكف مرتفع الضغط وصغير الحجم، والرد الثاني منخفض الضغط بينما هو كبير الحجم هذا الأسفل. وعلى اليسار بتشوفوا طريق توضعهم ضمن الرغم. الأنبوب الرغامي عادة بيحوي خط على طوله مصنوع من مادة حساسة على الأشعة كي يظهر الأنبوب عند إجراء صورة الصدر، ما يكونوا يعني غير شفاف على الأشعة. وتفيد هذه الطريقة في التأكد من موضع الأنبوب مع وجود طريق أسهل وأكثر عملية للاستخدام في غرفة العملية. تعتمد المقاومة لجريان الهواء ضمن الأنبوب على قطر الأنبوب وطوله وانحنائه. يمكن تغيير شكل الأنبوب وانحنائه عن طريق إدخال الدليل المعدني ستيلت كي يتناسب مع الإدخال. هلا قياس الأنبوب وطوله. القياس هو قطر الأنبوب من الداخل مقاساً بالمليمتر، أما طول الأنبوب فهو طول مقاساً بالسنتيمتر. يختلف قياس الأنبوب وطوله باختلاف عمر المريض وفق الجدول التالي. طبعاً هاي كتير مهمة عند أطباء التخدير، لأنه حتى لازم يكون طول الأنبوب وقطره مناسب لعمر المريض. مثل الوليد بتمام الحمل القطر الداخلي بيكون 3.5 ملم وطوله 12 سنتيمتر، الوليد الخديج بيكون 2.5 ملم قطر وطول 12 سنتيمتر. الطفل بيحسبوها العمر زائد 4، وبالنسبة للطول بيحسبوها 14 زائد العمر تقسيم 2. الأنثى البالغة عادة بيكون من 7 إلى 7.5 ميلم القطر الداخلي وطوله 24 سنتيمتر. الذكر البالغ بيكون عادة من 8 إلى 9 ميلم قطر الأنبوب وطوله 24 سنتيمتر. أنواع الأنابيب الرغامي، هناك عدة أنواع من الأنابيب الرغامي. أهمها الأنابيب المطاطي تدعى أيضا بأنابيب ماجيل،
تعقم عدة مرات وهي ما عاد تستعمل خوفا من نقل الإنتانات. الأنابيب البلاستيكي هي تستعمل لمرة واحدة، تعد أقل رضا وأفضل من ناحية التعقيم، تصنع من مادة البوليفينيل كلورايد. في النوع الثالث هو الأنابيب المسلحة، تحتوي ضمنها على حلقات داعمة بشكل حلزون لمنع الانسداد والتزوي، تستخدم في جراحة الرأس والعنق والجراحة العصبية لأنه بيحتاجوا وضعيات خاصة، فحتى وقت بيغيروا وضعية المريض أثناء وهو مخدر ما ينسد الأنبوب، لذلك بتلاقي فيه مثل النرويج العادي حلقات بتغير وضعه بس بتحافظ عليه من ما ينسد. هذا الأنبوب مسلح بحلقات حلزوني. وفي أنابيب، النوع الرابع هو أنابيب عزل الرئة، هذا مجهز بلمعتين لتهوية كل رئة على حدة، تحتوي على كم للأنبوب القصبة، اللمعة الأولى هي أول لمعة بتكون للأنبوب القصبة، واللمعة الثانية بتكون للأنبوب الرغامي. أنواع، في أنبوب وايد بكون لتهوية الرئة اليمنى، وأنبوب كارلينز لتهوية الرئة اليسرى، عادة تستخدم في جراحة الصدر لأنه مثلا الجراح لما بيكونوا عم يشتغل عملية لو فرضنا على الرئة اليمنى فبيعزلوا الرئة اليمنى حتى يتاح للجراح القيام بعمل الجراحة، وبتستمر التهوية للرئة اليسرى. هذا هو شكله أنبوب عزل الرئة ثنائي اللمعة. منظار الحنجرة القاسي، هذا هو المنظار الصلب، يستخدم لكشف الحنجرة وتسهيل التنبيب، يتألف من قبضة تحتوي على مصدر للضوء ونصلي تحتوي مصباحا في رأسها ونوعين مستقيمة مثل نصلة ميلر، وتفضل الأطوال دون 3 سنوات وتؤمن رؤية أفضل، ويحيط بها برأسها، رأسها بيحيط بلسان المزمار وبيعزله. النوع الثاني من المنظار الحنجرة القاسي هو المنحني مثل نصلة ماكنتوش، تؤمن ساحة أوسع، يدخل الرأس هذه النصلة في الفاكولا بسموها، ما بعرف شو هي الترجمة اسمها الوهدي بس اسمها الفاليكولا، ما بين قاعة اللسان واللسان المزمار أو بسموها الطي الفلكي اللساني، ولكن هي الفاليكولا المتعرف عليها. يجب تحضير نصلي وقبضة احتياطيا دائما، حيث لا يوجد نوع نصلي مثالي لكل المواقف، بل يكون اختيار النصلي شخصيا نوعا ما ويعتمد على خبرة المخدر، كما يعتمد على التباين التشريحي بين المرضى. هلا هدول مناظير الحنجرة، هذا اللي على اليمين منظار الحنجرة ذو النصلي المستقيمي، هذا ميلر. النوع اللي بالوسط هو منظار الحنجرة ذو النصلي المنحني، هذا اللي عادة المستخدم ماكنتوش، والشكل الحديث هذا بيعطي رؤية في عبارة مثل منظار الحنجرة، فالطبيب وهو عم يدخل بيشوف حاله وين عم يدخل، يعني مثل شاشة قدامه. وهذا اللي بالأسفل مدخل الحنجرة والفرجي بين الحبال الصوتي. هذا اللي شايفينه بيعطيك رؤية مباشرة، تصوير مباشر لمدخل الحنجرة. هلا بنجي على استطبابات التنبيب الرغامي، في إلى استطبابات، في إلى يعني أثناء التخدير أو بحالات أخرى. أثناء التخدير تحتاج الغالبية العظمى من الحالات إلى التنبيب من أجل السيطرة على الطريق الهوائي، حيث تعتمد تهوية المريض على جهاز التخدير الذي يحوي على المنفسي ويعطى الأكسجين والغازات المخدرة، ويتصل عبر مجموعة من الأنابيب والوصات إلى الأنبوب الرغامي ومنه إلى المريض. استطبابات التنبيب الرغامي أثناء التخدير هي كتير مهمة، وهي العمليات الطويلة، عمليات جراحة البطن وذلك بسبب الحاجة لتأمين الإرخاء العضلي، عمليات جراحة الصدر حيث يستخدم الأنبوب ثنائي اللمعة لتهوية كل رئة على حدة أو أنابيب عزل الرئة، عمليات الوضعية البطنية والجانبية تشمل جراحة صدرية وجراحة فتق النواة اللبية، حيث تعيق الوضعية فيها التهوية العفوية بسبب الضغط المطبق على جدار الصدر، عمليات الرأس والعنق تشمل جراحة الأسنان والفكين، الجراحات العينية وجراحة الدرق
والجراحة العصبية، لأن تحريك الرأس والعنق أثناء الجراحة يؤثر على الطريق الهوائي. أيضا من حالات التنبيب الرغامي أثناء التخدير هو حالة المعدة ممتلئة قبل التخدير بهدف الحماية من الاستنشاق، مثل إذا مريض جاء بحالة إسعافية لا صايم ولا شيء فبيخافوا بهيك حالة أنه يحدث استنشاق. هلا هون هي ملاحظة مهمة، أنه ما كل حالات التخدير العام تحتاج إلى تنبيب رغامي، إنما يمكن في بعض الإجراءات القصيرة استخدام مخدرات وريدي وإيصال المخدرات الإنشاقية عبر القناع الوجهي بدون تنبيب، لكن تحتاج هذه الحالات إلى مراقبة لصيقة أكثر للمريض بسبب عدم السيطرة على الطريق الهوائي، فقد يتثبط التنفس تحت تأثير تغير بسيط في جرعة المخدر المستخدم، مثل بعض حالات الكورتاج مثلا، يعني مريضة مسقطة فقط يمكن بس بدون يومها تنويم، فأحيانا ممكن يعطوا مخدر إنشاقي مع مخدر وريدة، مثل هيك حالات أنه يتم إجراءها بدون تخدير. حالات الكورتاج مثلا إذا العملية بتطول لها 10 ولا 15 دقيقة فممكن ينوم المريض تنويم بدون الحاجة إلى تنبيب رغام. هلا حكينا على استطبابات التنبيب أثناء التخدير، هلا استطبابات التنبيب العامي، حالات السبات، في حالات سبات مثل التسممات الدوائية أو إذا مريض عنده سبات سكري، السبات اليوريميائي اللي بيحصل عند مرضى القصور كلهم مزمن، إذا مرضى عندهم ردود متعددة بهدف التحكم بالطريق الهوائي لتأمين التنفس والحماية أيضا من الاستنشاق، في حالات المفرزات الغزيرة بهدف سحب المفرزات، في حالات توقف القلب والتنفس لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، الغرق في بعض الحالات الشديدة، مرضى العناية المشددة من أجل التهوية الآلي، القصور التنفسي بكل أشكاله سواء كان ناجم عن مثلا متلازمة الكرب التنفسي الحاد عند البالغين ولا الحالات الشديدة من الربو مع تغيير الوعي والتي قد تحتاج إلى تهوية آلي. هلأ إجراءات التنبيب الرغامي، هناك نوعين من التنبيب. نعم، الحروق ما استطباب للتنبيب كمان؟ الحروق إذا المريض ما في ضائقة تنفسية، يعني إذا المريض ما عنده نقص أكسجي، إذا المريض عم يتنفس تنفس عفوي وما في أذية رئوية، لأنه بعض حالات الحروق تحتاج إلى تنبيب. طبعاً بعض حالات الحروق خصوصا الحروق اللي بتنتج مثلاً مواد غازية سامة فبتؤدي لأذية رئوية حادة، إيه بيستطب فيها التنبيب. أما إذا مريض مثلاً ما عنده استنشاق غازات سامة وأكسجته نورمال هذا ما بيحتاج، تمام؟ ولكن بعض حالات حروق تحتاج إلى التنبيب، نعم، لأنه بصير عنده الأذية الرئوية بسبب غير غاز أول أكسيد الكربون في إنتاج غازات أخرى أثناء الحروق هي بتؤدي لأذية رئوية شديدة، فهي الحالات إذا المريض صار عنده نقص أكسجي وعنده يعني شك أنه مستنشق غازات سامة يستطب فيها التنبيب. تمام، يعطيك العافية. تمام، الله يعافيك. إجراء التنبيب الرغامي، هناك نوعين من التنبيب الرغامي، انتقائي وإسعافي. على تحضير المريض للتنبيب الانتقائي، هذا يعني التنبيب الانتقائي يعني مثلا المريض أنت حاطين له جدول لعمل جراحي بارد، مثلا بدي يعمل عملية مرارة، بدي يعمل عملية تبديل مفصل، بدي يعمل عملية يعني عملية باردة، فبكون المريض عادة بحالة صيام، يجب أن يكون المريض في حالة صيام لمدة 6 ساعات على الأقل، وتحضير الأدوات اللازمة وهي الأدوات اللي حكينا عنها، عادة بتكون بحقيبة كلها سوا، وضع المريض بالوضعية المناسبة، الوضعية المناسبة للتخدير هي اللي هلا شايفينها على اليسار، تغيير وضعية المريض إلى وضعية الشموخ أو بسموها الشم سنايفينج بوزيشن، بيحطوا مثل وسادة صغيرة بحيث يكون رأس المريض للأعلى قليلا ومع بسط شوي بالعمود الرقبي، تتم برفع الرأس قليلا مع بسط المفصل الأطلسي القذالي وعطف الجزء السفلي من العمود الرقبي وذلك براحة الرأس على وسادة ارتفاعها حوالي 10 سنتيمتر. هاي الوضعية المثلى للتنبيب الرغامي. فحص الأنبوب الرغامي يعني تجريبه قبل ما تدخله بالرغامة، نفخ الكم وتجريبه والتأكد من عدم وجود تسريب، لا يكون مثقوب
فبالتالي ممكن يسوي مشاكل بعد ما ندخله وندخل، ممكن يعني يخرج لحاله إذا كان البالون ما منفوخ بشكل كويس أو في تسريب. الأكسجين المسبقة أعطاء المريض عدة جرعات من الأكسجين 100% عن طريق قناع لعدة دقائق، بيعطوه عادة لمدة 5 دقائق قبل التنبيب، تهدف للاحتفاظ بهامش أمان لمدة 3 إلى 5 دقائق، حيث يتم ملء السعة الوظيفية الباقية للرئة بالأكسجين عوضا عن النيتروجين، فيكون هناك مدخر في حال عدم كفاية التهوية بعد المباشرة التخديري. طبعا نزع الأسنان الاصطناعية قبل التنبيب هذا شيء إجباري، يعني إذا مريض مركب بدلي أو عنده نص فك أو شيء هذول لازم ينزعوا قبل التنبيب، لأنه ممكن المريض يبتلعون حصل على عدم دخوله بالطرق الهوائية في حال انكسار. إجراءات التنبيب: في البداية يتوجب تأمين التركيب الجيد وإرخاء الحنجرة قبل بدء التنبيب، يعطى المريض 3 أدوية عادة منوم مثل البروبوفول، وبنعطى مرخي عضلي ومسد. خطوات التنبيب طبعا هون شارح لك بشكل منهجي: ارتداء القفازات ووسائل الوقاية، تستعمل اليد اليسرى لكشف الحنجرة بالمنظار، عادة اليد اليسرى بيستخدم فيها المنظار، واليد اليمنى يتم فيها إدخال الأنبوب، هذا طبعا إذا كان الطبيب يمناوي وليس عسراوي، العسراوي بجوز ما يحسن بهالوضعية هاي. يتم إدخال نصلة المنظار أولا على طول الحافة اليمنى للسان مع إزاحة اللسان للأيسر، بتدخله من على اليمين وبتزيح اللسان نحو الأيسر للتأكد من احتواء كامل اللسان تحت النصلي في الجزء الأيسر من الفم. يجب رفع المنظار الحنجري باتجاه الأعلى والأمام من أجل رفع لسان المزمار وكشف الحبلين الصوتيين، مع الانتباه إلى عدم الارتكاز على الأسنان ما بتخليه يلق الأسنان. يتم إدخال الأنبوب حتى 21 سنتيمتر عند النساء، بكون الأنبوب هو عليه مرقم بالسنتيمتر، فأنت بتشوفه 21 سنتيمتر عند النساء و23 سنتيمتر عند الرجال، بحيث تتوضع النهاية البعيدة للأنبوب بعد إدخاله على بعد 3 إلى 7 سنتيمتر من الجؤجؤ، أو هو هذا البرونشيال بايفوركيشن، التشعب الرغامي. يتم نفخ البالون بمقدار 5 إلى 10 مللتر من الهواء حتى يتثبت ضمن الرغامة، تثبيت الأنبوب خارجيا طبعا بعد التأكد من وقوعه الصحيح، ويتم التثبيت بالبلاستر. المراقبة المستمرة تتم لكل من الضغط والنبض والأكسجي خلال إجراء التنبيب، ضغط البالون الرغامي بعد التنبيب مباشرة وبشكل متكرر لاحقا، حيث يجب ألا يتجاوز ضغط الشعريات الرئوي في جدار الرغامة والبالغ مقداره 20 إلى 30 ملم زوقا. عند إجراء الأكسجي المسبقة يعني قبل التنبيب، نلاحظ حركة كيس الهواء مع تنفس المريض، أي أن تنفسه لا يزال عفويا، ومع إعطاء المرخيات يتثبط التنفس ويصبح المريض معتمدا على التهوية الآلي الفعل، سواء يدوي بالكيس اللي بينفخ نفق أو عن طريق الجهاز. هلا هاي مراحل إجراء التنبيب الرغامي بالصورة مثل ما شرحناها سابقا. هلا التأكد من موقع الأنبوب الرغامي، وهذا جزء كتير مهم من التنبيب الرغامي. يتم التأكد من تضاد الأنبوب بشكل صحيح بطريقتين أساسية: إما الرؤية المباشرة للأنبوب أثناء دخوله عبر الحبال الصوتية مثل اللي بيكون في شاشة فيديو، أو قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون في نهاية الزفير عن طريق كاشف يتغير لونه عند إطلاق ثاني أكسيد الكربون، يوصل إلى نهاية الأنبوب القريبة أو عن طريق جهاز مونيتور خاص. يمكن التأكد طبعا من وضعية الأنبوب بطرق أخرى، أهم رؤية تكاثف بخار الماء عبر الأنبوب، فبالتالي أنت لما الأنبوب الرغامي دخلته بالرغامة، إذا تكاثف بخار الماء على الجدار الداخلي للأنبوب فبتتأكد أنه هذا ضمن الرغامة وليس ضمن المري، لأنه لو ضمن المري ما بيعطيها التكاثف هذا.
برؤية حركات جدار الصدر عند التهوي بالأنبوب، لما تنفخ جهاز الأنبوب يرتفع جدار الصدر، فهذا بيأكد لك أنه الهواء عم يوصل لداخل الصدر. مطاوعة الأنبوب خلال التهوي حيث توجد مقاومة أكثر للنفخ عبر الرغمة مقارنة بالمري. فيعني جهاز الأنبوب لما بتضغط إذا كان مقاومة كبيرة بتكون الأنبوب يعني داخل بالرغامة وليس ضمن المري. بالإضافة إلى الإصغاء في قمتي وقاعتي الرئتين والشرسوف، وعند عدم تناظر الإصغاء يجب سحب الأنبوب تدريجيا حتى الوصول للتناظر. إجراء صورة صدر بسيطة عن طريق جهاز أشعة نقال عمليا لا يستخدم، والمنظار اللي في القصبة يعني هذا نادر ما يلجأ إليه. طبعا يجب عدم الاقتصار على طريقة واحدة للتأكد من وضعية الأنبوب، وإنما اعتماد أكثر من طريقة. ليش عم يذكر لك هالطرق هاي؟ لأنه في بعض الحالات يتم عوضا عن وضع الأنبوب داخل الرغامة يتم تنبيب المري، يعني بروح الأنبوب للمري، فأنت لازم تتأكد أنه داخل الرغامة، وبالتالي بتعطي الأكسجين وغازات التخدير، مو والله تروح على المري والمعدي بدل ما تروح على الرئتين، هيك بصير نقص أكسجين واختناق عند المريض. هلا هوني أعطيك الطرق اللي بنتأكد فيها من أنبوب الرغامة، وضعيات الإصغاء ووضعية الأنبوب الرغامة، وأيضاً هذا الكاشف من تحت، الكاشف اللي بتغير لونه عند تعرضه لغاز ثاني أكسيد الكربون. إذا تغير لون الكاشف فهذا بيأكد لك أنه الأنبوب داخل الرغام، لأنه لو بالمري ما بتغير لونه لأنه ما بيعطي غاز ثاني أكسيد الكربون. التنبيب الرغامي هذاك حكينا عنه بالحالات الانتقائية، هلأ التنبيب الرغامي في الحالات نسعى فيه. يختلف إجراء التنبيب الرغامي في الحالات الإسعافية للمريض ذو المعدة الممتلئة الذي سيخضع لجراحة إسعافية عنه في الحالات الانتقائية بما يلي، وهو إجراء أكسجي مسبقة. تجرى أكسجي مسبقة جيدة أثناء التنفس العفوي قبل الإرخاء، أي يجب أن يكون التنفس عفويا وليس بضغط إجابة لتجنب حدوث الإقياء والاستنشاق حيث تكون المعدة ممتلئة. اثنين، بإحداث النوم والإرخاء يتم بواسطة المرخيات والمنومات سريع التأثير. وثلاثة، إجراءات التنبيب بسرعة، يفضل وجود مساعد في هذه الخطوة لأن التنبيب يجب أن يتم بسرعة قصوى مع نفخ الكمل للوقاية من الاستنشاق وتجنب الإقياء. يعني أنه التنبيب في الحالات الإسعافية يجب أن يكون سريع وليس مثل التنبيب الانتقائي. وأيضاً بيختلف استخدام مناورة سلك، هاي بتستخدم للإقلال من إمكانية حدوث ارتداد لمحتويات المعدة والمريء إذا حدث القلس المعدة المريئة. بتم بتطبيق ضغط باليد على الغضروف الدرقي الحلقة مثل ما كنتم شايفين بالصورة اليسار، هذا لما بيضغط على الغضروف الحلقة الدرقي بيضغط على المريء وبيسد الطريق أمام محتويات المعدة، بينما يقوم الطبيب بإجراء التنبيب الرغامي. هلأ الارتكاسات الناجمة عن التنبيب الرغامي، إدخال أداة ضمن الطريق الهوائي سيؤدي إلى استجابة فيزيولوجية يحرض منعكسات الطرق التنفسية الواقي، حيث تقسم اضطرابات الناجمة عن التنبيب الرغامي إلى اضطرابات هيموديناميكية ترافق غالبا مع التخدير السطحي وتشمل ارتفاع ضغط الدم، لذلك من المهم ضبط الضغط قبل العمل الجراحي، وقد يسبب ارتفاع الضغط حدوث حوادث وعائية دماغية وغيرها من الاختلاطات التي يسببها ارتفاع الضغط عادة. أيضا بيؤدي لحدوث تسرع نبض واضطراب نظم خاصة خارج الانقباض والنبض التوأم. يترافق استخدام القناع الحنجري مع تغيرات هيمودينامية أقل، فهو لا يعبر الحنجرة إنما يتوقف على بابها ويستخدم في العمليات القصيرة. هلأ بنهاية المحاضرة راح تشوفوا هذا القناع الحنجري، هو عبارة عن قناع بيوصل لمدخل الحنجرة فقط، ما بيخترق بالحبال الصوتية وبيستخدم بالعمليات القصيرة، بنهاية المحاضرة نحكي عنه. واثنين، التشنج القصبي، التشنج القصبي ينجم عن دخول جسم أجنبي للقصبات،
يحدث خاصة عند مرضى الربو، وأيضا قد يحدث عند المرضى غير الربويين اللي ممكن يكون عندهم حساسية أو أهبي للتشنج القصبي. طبعا بيؤدي كذلك ارتفاع الضغط داخل القحف وداخل العين، ينجم عن تحريض الجهاز العصبي الودي، وهذا بيعيق الجراحات الدماغية العصبي والعيني. هلأ صعوبات التنبيب الرغامي كمان هي مهمة. تنجم صعوبة التنبيب الرغامي عن عدة أسباب، أهمها التشوهات والاختلافات التشريحية، تراجع الفك السفلي، صغر الفك كمان هذا من معيقات التنبيب الرغامي، صغر جوف الفم وقاع الفم طويل، الحنك المقوس إذا كان لسان المزمار طويل، وأيضا كبر حجم اللسان. كبر حجم اللسان عادة قد يشاهد عند مرضى ضخامة النهايات وقصور الدرق ومرضى الداء النشواني، هذا كثير بيعيق التنبيب. أيضا من معيقات التنبيب تشوهات العنق مثل ندبات الحروق الكبيرة، فخصوصا إذا المريض عنده جدرات ومؤديت له الانحناء بالعنق فبصير التنبيب صعب. العنق القصير، الرقبة القصيرة كذلك، هذول المرضى بيكون تنبيبهم صعب. الكتل الكبيرة مثل إذا كتلة درقية ضاغطة على الرغامة أو على الحنجرة، والمعالج الشعاعي لأنه بيؤدي لحدوث تليف. الإصابات المفصلية مثل أمراض المفصل الفك الصدغة كالالتهاب والتشوه، أمراض العمود الرقبة كالقسط المفصلي، يعني القسط المفصلي هو عبارة عن التصاق المفاصل مع بعضها أو بسموه مثل التهاب الفقار المقسط أو اللاصق، والفتوق والقيلات السحائي. الإنتانات مثل خراجات تحت الفك، خراج حول اللوزي، والتهاب لسان المزمار. التهاب لسان المزمار أصلاً بيكون عادة حالة إسعافية وخطيرة، يعني حتى ممنوع فيها إنك تلق اللسان المزمار بخافض اللسان لأنه بيؤدي لتشنج حنجرة شديد. الرضوض، رض الحنجرة والحروق الاستنشاقية، كسر الفك العلوي أو السفلي، وأذية العمود الرقبة. من الأسباب أيضا الأخرى الأجسام الأجنبية، البداني والسلعة الدرقية، الأورام كالأورام الوعائية والدموية والكيسات، ضخامة الثدييين كمال الدال المرأة الحامل، والعيوب الخلقية مثل انشقاق شراع الحنك ومتلازمة داون. متلازمة داون غالبا تكون الرقبة فيها قصيرة ومجنحة. هلا السلع الدرقي والدرق المعقد اللي فيها عقيدات كثيره تشكل صعوبه بالتنبيب في حال كانت ضاغطه على البنى المجاوره في العنق، اما اذا كانت السلعه خارجيه وغير ضاغطه ما بتسبب مشكله عاده حتى لو كانت كبيره الحجم، يعني اذا ما ضغطت على الحنجره والرغامه فما بتسبب مشكله. هلا هون اعطيك مثالين، هاي اوبرا ورامسفيلد، مثال عن العنق القصير او الرقبه القصيره. باليسار هون القيلي السحائي بتأثر على الوضعية أثناء التنبيب. الطفل اللي على اليمين هون عنده انشقاق شفي وشراع الحنك، واللي على اليسار عنده ورم دمه. هلق تقييم احتمال صعوبة التنبيب الرغامة بطريقة مال مباتي، هي عبارة تهتم بتقييم صعوبة التنبيب لدى المريض بهدف تحديد الأدوات اللازمة لإجراء التنبيب الصعب. يجرى هذا الفحص السريري البسيط لدى المريض أثناء التحضير للتخدير. يأخذ المريض وضعية جلوس مع فتح الفم ومد اللسان للخارج، ويتم تصنيف الصعوبة حسب ما يرى من تراكيب تشريحي على وفق الدرجات التالية. الدرجة الأولى هوني مثل ما شايفين بالجدول وتحت بالصور، الدرجة الأولى بتكون كل التراكيب مرئية، فدرجة الصعوبة هي يعتبر طبيعي لا يوجد صعوبة. الدرجة الثانية هي إنه بيختفي رأس اللهات مثل ما نكون شايفين تحت قاعة اللسان، هذا يعني بده يتخذ الحيطة والحذر أثناء التنبيب. الدرجة الثالثة يظهر شراع الحنك، لسان المزمار يدوبك تشوفه، فهذا يعتبر صعب. الدرجة الرابعة هي الأصعب، لا يظهر الحنك، لا يظهر إلا الحنك القصي،
الحنك الرخو ما بيتشاهد، فهذا يعتبر صعب جدا. وهون كمان عم يقول لك توقع صعوبة تنبيب الرغامة أثناء تنظير الحنجرة، يعني وهو عم ينظر الحنجرة بالمنظار فممكن يتوقع صعوبة تنبيب الرغامة. الدرجة الأولى لما تكون الحبال الصوتية مرئية مثل الصورة رقم A. الدرجة الثانية الحبال الصوتية مرئية بشكل جزئي. الدرجة الثالثة لسان المزمار مرئي فقط، فقط لسان المزمار هو المرئي. الدرجة الرابعة لا يمكن رؤية لسان المزمار أبدا. هلا في بعض النقاط التشريحية تساعد في توقع صعوبة التنبيب، وهي المسافة بين الغضروف الدرقي والذقن، تقاس عندما يكون العنق في وضعية فرط البسط، ويزداد احتمال صعوبة التنبيب إذا كانت المسافة أقل من 6 سنتيمتر. فتحة الفم كذلك يجب أن تكون فتحة الفم أكبر من 35 ميلي عند الرجال وأكبر من 30 ميلي عند النساء، يزداد احتمال صعوبة التنبيب إذا كان هالقيم أقل من هيك. قد تساعد حركة الفم في توقع صعوبة التنبيب كوجود القسطة المفصلة. تسبب بعض الأمراض صعوبة في فتح الفم مثل صلابة الجلد، مرضى صلابة الجلد خصوصا النساء متقدمات بالسن بأعمار 50 إلى 60 سنة، فبتلاقي بسبب تصلب جلد عندهم صارت فتحة الفم ضيقة، وهذول بيتعرضوا لصعوبات في التنبيب. هلا اختلاطات التنبيب الرغامة تقسم وفقا لمراحل التنبيب إلى اختلاطات أثناء تنظير الحنجرة وإدخال الأنبوب، اختلاطات بعد إدخال الأنبوب، واختلاطات بعد الإنباب يعني بعد نزع الأنبوب الرغامي. اختلاطات التنبيب أثناء تنظير الحنجرة وإدخال الأنبوب منها رض الشفاه واللسان، رض الفم واقتلاع المخاطية، والدخول في المري أو تنبيب المري، خلع المفصل الفكة الصدغة، تفاقم بعض إصابات العمود الرقبة وتمزق الرقامة، وعادة هذا نادر كثير إلا إذا كان تنبيب كثير أجريسيف أو واحد ما بيعرف التنبيب الرغامي نهائيا، توضع البالون في منطقة الحنجرة أو التنبيب القصبي إنه يدخل للقصبات من كتر ما يعني بيدخل الأنبوب للداخل، الاستنشاق عند حدوث القياء في حال إذا كانت المعدة ممتلئة، رض الأسنان وكسرة أو اقتلاع الأسنان غير الثابتة. اختلاطات بعد إدخال الأنبوب، سوء توضع الأنبوب، انثقاب الكم، التشنج القصبي وتسحج الأنف، رد الطرق الهوائية، التهاب وتقرح المخاطي والانسداد بالمفرزات، وتنبيب القصبي اليمنى. تنبيب القصبي اليمنى لأن القصبي اليمنى تقريبا على أكثر استقامية، زاويتها أقل من زاوية القصبي اليسرى، وبالتالي يصعب دخول الأنبوب الرغامي إليها، لذلك عادة الاستنشاق بيحدث بالرئة اليمنى أكثر من الرئة اليسرى، طريقة أسلك من اليسرى لذلك خطر دخول الأنبوب إليها أعلى، تحرك الأنبوب باتجاه الحنجرة وانسحابه أحيانا، والاتفاد ذلك يجب تجنب التحريك العنيف وتثبيت الأنبوب بشكل جيد واختيار القياس المناسب. اختلاطات التنبيب بعد الإنباب يعني بعد نزع الأنبوب الرغامة، هاي بتكون اختلاطات قريبة ومتأخرة. الاختلاطات القريبة الاستنشاق، تشنج الحنجرة وسوء وظيفتها، والتقرح والالتهاب، بح في الصوت ووذمة الحنجرة، وإصابة الحبال الصوتي. الاختلاطات المتأخرة هاي بتحدث بعد أيام أو أسابيع من التنبيب، تضيق الرغامة سببه ضغط الكم على جدار الرغامة وظهور تقرح ثم تندب قبل التضيق، ويأهب العوامل المؤهلة له لتضيق الرغامة طول فترة التنبيب والتهوي بضغط عالي والكم ضد الضغط العالي وهبوط ضغط المريض، وأكثر ما يحدث في التنبيب طويل الأمد في العناية المشددة. أيضا من الاختلاطات المتأخرة الورم الحبيبي الالتهابي وتجرثم الرئة، بيحدث نتيجة انتقال الجراثيم من الفم والبلعوم إلى الرئة، والوقاية من ذلك يجب عدم تنبيب مريض لديه إنتان في الطرق التنفسية العلوية. لذلك في الإنتان التنفسي العلوي، إنتان في الطرق التنفسية العلوية، يفضل عدم إجراء تنبيب الرغامة تجنبا لإحداث ذات رئة لدى المريض،
وطبعا لازم اذا المريض عنده اضطراب تنفسي علوي يحكي مع الجراح، وفي اغلب الاحيان بيكون القرار هو لطبيب التخدير وليس للجراح الا في الحالات الاسعافيه. احد اهم الاختلاطات هو تشنج الحنجره، وهو تشنج لا ارادي في عضلات الحنجره، سببه التحريض او التخريش العصب الحنجري الباطن المسؤول عن تعصيب الحنجره حسيا. بيعطي العصب الحنجري العلوي فرع المبهم، هذا فرع العصب المبهم الحنجري الباطن. العصب الحنجري الباطن هو العصب الحسي للحنجره ويتجه الى الاسفل الى مستوى الحبلين الصوتيين، كما يعطي الحنجري الظاهر، وهذا يسبب تشنج الحنجره، يسبب انسدادا كليا او جزئيا في الطرق الهوائي. اسبابه عبور الانبوب الرغامي للحنجره اثناء الانباب والذي يؤدي الى رضها، والمفرزات بالبلعوم. الاعراض عاده تحدث صعوبه في تهويه المريض، قد تصل الى انسداد تام في الطريق التنفسي والذي قد يهدد الحياه، والتدبير يجب ان يكون اسعافيا. تشمل الأعراض عادة ما يلي: الصرير لأن تشنج الحنجرة بسبب انسداد طرق تنفسي أثناء الشهيق، وبالتالي بيؤدي إلى حدوث الصرير وليس الوزيز. الوزيز عادة بيحدث أثناء الزفير، أما الصرير عادة بيكون شهيقة، بيؤدي كذلك لنقص أكسجين وزرقة. التدبير: التهوي الإيجابي بالأكسجين 100%، وهذا لحاله قد يكون كافي. إعطاء الليدوكاين وريديا وإعطاء الستيرويدات، إعطاء مرخي عضلي نازع للاستقطاب مثل السكسليل كولين، هذا بيؤدي لإرخاء عضلات الحنجرة المتشنجة ويسمح بالتهوي. الوقاية: الوقاية من حدوث تشنج الحنجرة وهو إجراء الإنباب أثناء التخدير العميق أو الصحو الجيد، يا أما بيسووا نزع الأنبوب الرغامي أثناء التخدير العميق، أو إذا المريض كان صاحي بشكل جيد وسحب المفرزات جيدا قبل الإنباب. هلا الإنباب هذا اللي هو عكس التنبيب، الإنباب هو الإكستوبيشن يعني نزع الأنبوب الرغامي، وهو نزع الأنبوب الرغامي عند زوال السبب الذي استدعى إجراء التنبيب، كما في حالة نهاية التخدير والفطام عن التهوي الآلي. نقوم بإجراء الإنباب بما يلي: قبل إجراء الإنباب سحب المفرزات وتنظيف الصدر جيدا، حيث تعتبر المفرزات من أسوأ الموجودات لما تسبب من اختلاطات كالتشنج القصبي أثناء الجراحة أو انخماص الرئة عند الصحو، وأيضا إعطاء الأكسجين 100% لمدة 5 دقائق. يجب إجراء الإنباب في حال الصحو التام أو التخدير العميق، وتتجنب القيام به في حال وجود تخدير خفيف يعني حالة بين الصحو والتخدير بسبب زيادة خطورة تشنج الحنجرة. يجب أن يكون الكم مخلى من الهواء عند سحب الأنبوب، وبعد سحبه يوضع المريض في وضعية الصحو ريكفري لاسترقاء الجانبة، ثم تجرى أكسجي بعد نزع الأنبوب لحين استقرار أكسجة المريض أو تنفس. هلأ شروط الإنباب، هي المهمة، يجب توفر عدد من الشروط قبل إجراء الإنباب، وهي أن يكون عدد مرات التنفس أكثر من 8 وأقل من 30، يجب أن يكون حجم التنفس الجاري أكثر من 50 ملتر على الكيلوغرام، وجود الاستقرار الهيموديناميكي، لا يمكن نزع أنبوب الرغامي من مريض مصدوم غير مستقر هيمودينيميكي. الأدوات اللازمة للإنباب: قنية هوائية أنفي ومحقن لإفراغ البالون من الهواء وسماعة طبية وجهاز سحب المفرزات. طبعا الخط الوريدي بيكون مفتوح، نحافظ على الخط الذي استخدمناه عند إجراء التنبيب، ويستخدم لمعاكسة تأثير المثبطات عبر إعطاء حاثات الأعصاب. قناع وجهي بهدف إجراء الأكسجي بعد نزع الأنبوب. منظار الحنجرة وأنابيب رغامية احتياطية في حال اضطرار هذا إلى إعادة التنبيب، ولا في حالة الإنباب ما بنحتاج لمناظير حنجرة، لأنه فقط بس بتخلي الهواء اللي حقنته وقت التنبيب وبتسحب الأنبوب الرغامي. الاضطرابات التي قد ترافق الإنباب في حالة الصحو: السعال ويؤدي للشد على الأنبوب، تسرع القلب وارتفاع الضغط، ارتفاع الضغط داخل القحط وارتفاع الضغط داخل العين، النزف أو افتراق الجرح، وهي من تأثيرات مهمة مما قد يسيء إلى الجرح، خاصة في بعض الجراحات مثل جراحات الفتوق التي لا يفضل فيها الصحو العنيف، لأنه إذا المريض صار عنده سعال قوي فقد ينقص الفتق ويحتاج لإعادة
الجراح. وهون بعض الملاحظات المهمة: الصحي والعنيف غير محبذ بشكل عام، فالصراخ والأنين والحركة الشديدة ليست معايير جيدة للصحو، إنما عودة منعكسات المريض الهادئة كالسعال والبلع والقدرة على رفع الرأس والتنفس الجيد والاستقرار الهيمودينميكي ووعي المريض وعدم تألمه والاستجابة الجيدة للأوامر، يعني الصحو الصحي والهادئ. هلأ هون في شغلتين مهمتين بالتخدير، وهي اللي حكينا عنها بالبداية: القناع الحنجرة اللارنجيال ماسك، وهي وسيلة لتدبير الطريق الهوائي بشكل مؤقت. أصبحت تحل مكان أنبوب الرغامة أو مكان التنبيب الرغامة في بعض الحالات في حال صعوبة التنبيب الرغامة أو في بعض العمليات الجراحية القصيرة. استطباب الأساسي تستطب في حال عدم القدرة على تنبيب المريض لأي سبب كان. مواصفاتها مثل ما كنتم شايفينها على اليسار، تتألف من قناع صغير في نهاية أنبوب بلاستيكي ويتوضع بشكل مائل فوق مدخل الحنجرة، لا يحتاج استخدامه إلى كثير من الخبرة والتدريب، فقط بالدخل، ويعني ما بيحتاج حتى إلى خبرة كبيرة. يمكن إدخال أنبوب رغامي صغير قياسه 6 من خلاله. توجد أشكال متعددة من قناع الحنجرة، ولا استخدامات أخرى بيد المخدرين المختصين، وليس في التدبير المعقد للطريق الهوائي أثناء الجراحة. ميزات القناع الحنجرة عن الأنبوب الرغامي: لا يعبر الحنجرة، من يتوقف على مدخل الحنجرة، يعني ما بينزل تحت الحبال الصوتية، يترافق استخدامه مع تغيرات هيمودينامية أقل، يعني مو مثل الأنبوب الرغامي اللي قد يؤدي إلى حدوث ارتفاع ضغط وتسرع نبض مثل ما ذكرنا. يعتبر أقل ربا من الأنبوب الرغامي لأنه ما بيدخل عن طريق الحبال الصوتي ولا بيوصل للرغامة. إدخاله أسهل، لا يحتاج إلى منظار حنجرة، إنما يتم إدخاله باليد فقط. لا يستطب القناع الحنجرة في حالات المعدة الممتلئة لأنه ما بيحمي من الاستنشاق. طبعا هاي ملاحظة إنه يمنع تدوير القناع الحنجرة بعد إدخاله بالتأكيد، لأنه إذا أدخلته بالشكل الصحيح بعد ما تدوره بتسوي أذي بالنسج. هلأ له قياسات معينة، أقل إذا كان حسب الوزن، إذا كان الوزن أقل من 60 كيلوغرام بيستخدم القياس T1، وحجم النفخ الأقصى 50 مليمتر. ما كثير شغلات مهمة. هلأ في نوع ثاني هو الأنبوب المريئي الرغامي، إيزوفيجال تراكيال كومبي 2. هذا أنبوب له لمعتان، يعني ذو لمعة مزدوجة مفصولتين بحاجز، وليست إحداهما ضمن الأخرى. له أيضا كفتان كمان أو بالونين كم بلعومة يحتاج إلى 100 مللتر ليمتلئ، وكم بعيد يحتاج 15 مللتر. إدخال الأنبوب يتم إدخاله بشكل أعمى ولا يحتاج لأداة أو منظار. توضع الأنبوب بالمري حيث يتم التهوي عبر الفتحات المقابلة للحنجرة، بيدخل هذا بالمري وفي له فتحات إذا شايفينها بالأسفل، هاي تدخل الهواء، تخرج الهواء عن طريقها وبتدخل بالحنجرة، فبتم التهوي عن طريقها، وبالرغامة يصبح كالأنبوب الرغامي. مزايا الأنبوب المريئي الرغامي: أنه سهل ويمكن لغير الخبير استخدامه، أي حدا يسهل تطبيق تهوي بضغط إيجابي، إدخاله سريع ولا يحتاج تحضير كبير، ويؤمن الطريق الهوائي بفعالية، يقلل من خطر الاستنشاق لأنه بيكون في بالون موجود بقلب المري فبتساعد بمنع حدوث الاستنشاق، غير باضع يعني أو غير غازي بالمقارنة مع خزع الغشاء الحلقي الدرقي. طبعا خزع الغشاء الحلقي الدرقي هذا هو عبارة عن يعني خزع الرغام، هذا أحد أنواع خزع الرغامة، يفيد في حالات انسداد طريق الهوائي فوق المزمار، مثل إذا مريض عنده وزمة حنجرة أو التهاب لسان مزمار حاد وأدى لانسداد طريق الهوائي، فبهيك حالات بدك تعمل فغر الرغامة أو خزع الغشاء الحلقي الدرقي.
استطبابات استخدام الأنبوب المريئي الرغامي يستخدم لدى المريض غير متجاوب ولديه غياب منعكسات أثناء أو خارج التخدير، حيث يتم إدخاله بلطف وتأني شديدين وينزع عندما يستعيد المريض وعيه، كما يستطب بالحالات التالية مثل فشل التنبيب الرغامي وعدم القدرة على تهوية المريض عبر القناع بسبب العمر أو بسبب البي ام اي اللي هي بادي ماس اندكس، مثلا يكون بدين كتير كتير في حال الرضوض وعند وجود أذيات في العمود الرقبي، عند الحاجة لتهوية المريض مع وجود شخص غير خبير بالتنبيب الرغامي مناسب لدى مرضى البداني، ولتدبير الطريق الهوائي أثناء الانعياش القلبي الرئوي. مضادات استطباب الأنبوب المريئي الرغامي المرضى تحت سن 15 سنة لأنه ما في قياس مناسب للأطفال، التهاب لسان المزمار والوزن الشديد فيه، انسداد الطريق الهوائي تحت المزمار أو في منطقة المزمار، وأذيات وآفات المري كالفتق الحجابي ودوار المري والتهاب المري، استنشاق جسم أجنبي خوفه من دفعه أكثر لأنه عادة يدخل بشكل أعمى. هون بالصورة اللي شايفينها الأنبوب بيتوضع بالرغامة بيصير مثل أنبوب الرغامة، وبالصورة اليسرى الأنبوب يتوضع في المري والتهوي تتم عن طريق الفتحات الجانبية. هلأ النوع الأخير هو الأنبوب الحنجرة لارنجيال تيوب، هذا يعد من أهم الوسائل المستخدمة في حالات صعوبة التنبيب، وهو عبارة عن أنبوب له لمعة دكتور واحدة. سؤال بعد إذنك. نعم. هلق الأنبوب الأنفي المرئي إذا بدنا ندخله كبديل عن أنبوب الحنجرة مندخله من الأنف إلا من الفم؟ قصدك الـ NG tube؟ نعم. شلون يعني الـ NG tube بدك تدخله من الأنف، اسمه NG tube نازو جاستريك تيوب، بتدخله من الأنف للمريء. تماما، بس هون الفكرة أنه بيستخدم كبديل عن أنبوب الحنجرة، يعني قصدك عن الأنبوب الرغامي؟ ايه تماما ايه، انه لما الانجي تيوب بدنا نستخدمه كبديل عن الانبوب الرغامي مندخله كمان عن طريق الانف، يعني طبعا ما فيك تدخله عن طريق الفم، صعب يعني الانبوب الانف المعدي صعب تدخله عن طريق الفم، يعني اذا بدك تدخله عن طريق بالاصل اصلا معد هو لذلك اصلا سموه نازو جاستريك تيوب، انه انبوب انفه معده، ولا هو اللي بده يكون سهل ادخاله عن طريق الفم كانوا دخلوه عن طريق الفم، ولكن ليش احنا عاده بندخله عن طريق الانف؟ ليش؟ سؤال فيك جاوبني؟ لا والله ما هو انا اسال ليش تم اصلا انبوب انفه معده، لانه غالبا احنا بنستخدمه عند المرضى غير الواعيين او غير المتعاونين او المرضى المغمى عليهم او المسبوتين، وبالتالي اذا دخلته عن طريق الفم حتى لو حسنت تدخله فالمريض راح يعض عليه، عرفت شلون؟ اما ادخله عن طريق الانف فهيك بتتلافى انه المريض يعض عليه ويخرب. تمام، هاي الفقره الاخيره الانبوب الحنجره، وهو له لمعه واحده وكمان الأول كبير وبيتوضع في البلعوم الفموي مثل ما نكون شايفين، والثاني بتكون أصغر تتوضع عند المسرة العلوية للمري، يتم إدخاله بشكل أعمى وتتم التهوية عبر الفتحات المقابلة للحنجرة. وبهيك بكون انتهينا من محاضرة التنبيب الرغامي، الله يعطيكم العافية وشكرا للإصغاء. إذا حدا عنده سؤال يتفضل.